كان أبو العالية يقول: تعلموا القرآن 5 آيات فإنه أحفظ لكم. هذه منهجية في حفظ القرآن، يعني لا تكثروا من الحفظ، لأن من أكثر الحفظ يتفلت منه سريعا. لكن احفظ 5 آيات، وأنا دائما أقول ابدأ بالقليل، قل لنفسك احفظ آية في اليوم بس، احفظ آية بس، لابد احفظ آية. إذا وجدت أنك تحفظ طول اليوم اشتغل بهذه الآية، احفظ آيتين. وجدت أنك قادر احفظ 3 آيات، احفظ 4 آيات، 5 آيات. كثير منا إلى الآن ما حفظوا القرآن لأنهم ما أرادوا، وإلا فالله يسر القرآن. لو أنك فقط ألزمت نفسك أن تحفظ آية في اليوم، لا تفكر أنك تختم، لا، ألزم نفسك أن تحفظ آية في اليوم، والله ستحفظ، ستحفظ الآية، ثم تزيد عليها آية، ثم تزيد عليها آية، وإذا استطعت أن تجعلها آيتين في اليوم، وهكذا. لكن بعض الناس يريد أن يبدأ ويحفظ، وذلك يقول ما استطيع. طبعا أن تبدأ اليوم وتحفظ غدا ما يمكن.